لك مني بس طق القفل تبع الغلاء طول لبين ما قلت له قصر معك نسيت انه ما بتغص قام طلع فيه هيك نزلت دمعته وقام قال لي يا بابا ماني طازس الحمد لله على كل حال انا اصعب موقف قلت له لا تاخذني يا ابني والله نسيت عندي 6 أطفال 6 أولاد وبنت 7 ونزحنا من المرة وإجينا لهون على ريحة شايف أنت منطقة ريحة ما فيها شغل يعني وقاعدين بالأجار وهو ما عم يشتغل عندي إياه يعني كنت معتمد الله وعلي كبير استشهد وهو الأصغر منه كمان مبارك ما بيحسن يشتغل والباقي أطفال صغار وأولاد ابني الشهيد كان بالمدرسة يقول لي يا بابا ما عم بشوف الكتاب على اللوح رفقاتي يقولوا لي ما عم بشوف أمير عم يتنقل منا أو نحن عم نقول له ما عم بشوف منيح ويشكي من راسه فأخذته على أول دكتور قام قال لي ناقص 2 معه كسر وظيفي ناقص 2 عن ريحة عينه بالمرة وعم تسرق من الثاني بدها تبلش تسرق من الثاني بالشمس هلا ما فينا أطلع نهائيا ووجع راس مو طبيعي يعني هلا ما بقدر بطلع إذا ما كان حب وجع الراس معي لأنه بيضرب نظري على راسي إن شاء الله إذا تيسرت العملية وفضل الله رح أرجع على الدراسة أول شيء لأني انقهرت كتير لما تركت الدراسة هاي أول شغلة تاني شغلة بدي ساعد أبوي يعني ما في غير أنا الحمد لله على كل حال